من الريان. ما في تسليم على فكرة للدرع، اللعيبة في نفسهم راح ياخذون الإجراءات الصحية. تفضل. للدوري القطري لسابع مرة في تاريخه، مبروك مبروك. خلال 10 سنوات نجح نادي دحيل في حصد اللقب 7 مرات، المركز الثاني مرتين، الرابع مرة. دحيل بطلا للدوري القطري ولسابع مرة. دحيل، نعم دحيل في الصدارة عن جدارة. دحيل يفوز باللقب وبمدربه المغربي الركراكي بعد جمال بالماضي. بطلا للدوري مع دحيل 4 مرات، لاودروب الدنماركي مرة، جيرتس البلجيكي مرة، جاء الدور هذه المرة على وليد الركراكي. مبروك لنادي الدحيل، مبروك لمجلس الإدارة هذا الانتصار الكبير، مبروك للشيخ خليفة بن حمد بن خليفة الثاني، مبروك لخليفة خميس النجم الدولي.